نشرة الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تنبه مستعملي الطريق من كثافة حركة المرور وتدعوهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ورئيسة صندوق النقد الدولي تقول أن السنة الحالية ستكون صعبة على الاقتصاد العالمي. وفي تفاصيل، تخطط تونس لانتهاء من تجهيز 65 ألف مسكن مرتبط بشبكة الجهد المنخفض التي تتراوح استهلاكها السنوي الكهرباء بين 1200 و1800 كيلوات ساعة بوحدات الطاقة الفولت ضوئية في غضون 4 سنوات. وتعهدت الحكومة وفق معطيات صدرت بالرائد الرسمية بمهمة تنفيذ المشروع إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على أن تنسق جهودها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بهدف في تركيز 56 ميجاوات من الأنظمة الشمسية الفولت ضوئية. في موضوع آخر، نبهت وزارة الداخلية مستعملي الطريق من كثافة حركة المرور التي تشهدها العديد من الطرقات اليوم الأحد وغدا الاثنين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية المتزامنة مع احتفالات السنة الإدارية الجديدة، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن العديد من الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور يوم الأحد بداية من الساعة منتصف الليلة إلى الساعة 10 ليلا، وغدا الاثنين بداية من الساعة 6 صباحا حتى الساعة منتصف النهار. كما دعت الوزارة مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام علامات المرور وملازمة اليمين أثناء السير والانتباه الجيد وتجنب السياقة في حالات التعب والإرهاق والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. وأكدت في ذات الصدد ضرورة استعمال حزام الأمان وعدم نقل الركاب في وسيلة غير معدة للغرض ووجوب ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السيرة وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية على السائق والانتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين. تمكنت وحدة تابعة لأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط ليلة أمس السبت من إحباط 6 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجت وإنقاذ 108 مجتازا من بينهم 94 مجتازا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحرس الوطني. وأوضح نفس المصدر أنه تم إحباط هذه العمليات بعد أن تعرضت مراكب المجتازين للغرق بعرض البحر، مضيفا أنه تم باستشارة النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم فضلا عن حجز المراكب والمحركات البحرية. في أخبار العالم، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن هذا العام سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمية في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمية وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين من ضعف نشاطها الاقتصادية. ويذكر أنه ارتفع عدد الدول التي تفرض قيودا على المسافرين القادمين من الصين إلى 12 بلدا من بينها أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث فرضت هذه الدول على المسافرين القادمين من الصين إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الداخلية تنبه مستعملي الطريق من كثافة حركة المرور وتدعوهم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ورئيسة صندوق النقد الدولي تقول أن السنة الحالية ستكون صعبة على الاقتصاد العالمي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.